تحديث جديد بينزل على الواتساب، وطبعا كل الناس بتقول ان كل المعلومات الشخصية خلاص هتتكشف وبقت في خطر. هل ده صحيح ولا لا؟ ولو صحيح نحذف الواتساب برضو من الموبايل ولا لا؟ ولو حذفناه ايه البرامج البديلة اللي ممكن نستخدمها بديلة للواتساب؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة، يلا بينا نشوف الفيديو. ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد جابر وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب هنتكلم عن الواتساب، وهنتكلم عن التحديث الاخير وهل هو مفيد ولا مضر، ولو هو مضر ازاي نقدر نستبدل الواتساب، وايه هي البرامج البديله اللي ممكن نستبدل بيها برنامج الواتساب. بس قبل بقى ما نخش في الفيديو ونعرف بقيه التفاصيل، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديده اول باول، واهم حاجه تفعلوا جرس الاشعارات يا جماعه عشان الفيديوهات الجديده توصلكم. وما تنسوش لو عندكم اقتراح او استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات. يلا بينا نشوف الفيديو. طبعا يا شباب بالنسبه لبرنامج الواتساب، في ناس كتير او اتكلمت امبارح والموضوع طلع ترند بسبب خطا او تحديث جديد البرنامج بينزله. طبعا عايز اقول لكم حاجه كده، الحاجه ديت اختصار لكل البرامج اللي انت مشغلها على موبايلك، اي حاجه على السوشيال ميديا تماما، وكل معلوماتك اللي على السوشيال ميديا انت مفكر انها متامنه تبقى غلطان، لان المعلومات ديت فريق الدعم بتاع البرنامج بيكون عارفها كلها، تمام كده؟ فانا عايز اعرفك ان اي برنامج ايا إن كان انت مثبته على موبايلك بتتصفح منه الانترنت، سواء فيسبوك انستجرام تويتر، اي برنامج من البرامج ديت فريق الدعم بتاعها عارف كل معلوماتك، تمام كده؟ فانا اقول لكم بقى يعني ايه الفرق قبل التحديث وبعد التحديث بالنسبه للبرنامج واتساب. بالنسبه للبرنامج ده، فالبرنامج ده نزل سنه 2009، والبرنامج ده حقق عدد تنزيلات كبير جدا من سنه الاصدار اللي هي سنه 2009 حتى سنه 2020. البرنامج ده حصل على 2 مليار ونص عمليه تحميل، يعني رقم ضخم جدا. وبالنسبه لشركه واتساب، فهي الشركه دي صاحبها بيكون مارك، هو صاحب شركه فيسبوك ويمتلك شركه انستجرام، يعني الثلاث تطبيقات دول بيمتلكهم شخص واحد، تمام؟ فهو الوقت بقى التحديث الجديد، وايه هو التحديث بقى؟ التحديث ده انه البرنامج هياخد كل الداتا والمعلومات الشخصية بتاعت المستخدمين على واتساب وهيبعتها للفيسبوك. الفيسبوك طبعا هنا بقى يعمل بقى حاجات كتير، هيعمل بقى اعلانات ممولة، وطبعا غير كده في ناس بتشتري الداتا ديت وبتدفع فيها فلوس كتيرة جدا. فأهم حاجة طبعا عند صاحب التطبيق، مش أهم حاجة المستخدم، أهم حاجة عنده الفلوس، رقم واحد طبعا عنده الفلوس. فهو طبعا هو مش بيستفيد منك انت، بيستفيد من البيانات بتاعتك بس. فطبعا في ناس ممكن تطلع تقول طب ما انا مش شخصية مشهورة ولا شخصية يعني ايه معروفة ولا حد يدور ورايا ولا كده يعني. لكن طبعا هو يعني صاحب التطبيق ما يهموش الشخص ايا كان مين، سواء مشهور او غير مشهور، هو كل اللي يهمه البيانات وبس، لان البيانات ديت هي اللي بتجيب له الفلوس. فالوقت تطبيق الواتساب اصبح خطر على كل الموبايلات بتاعتنا دلوقتي. طيب لو انت بقى عايز تحذف البرنامج ده، يعني نصيحة مني احذفه، وانا واحد من الناس اللي بستخدم البرنامج ده، انا هحذف البرنامج ده على طول، لان طبعا البرنامج دلوقتي كل المحادثات بتاعتك خلاص ممكن تاني يوم تلاقي معمول بقى اعلان. وحصلت معايا شخصيا على فكره يا جماعه، في صوره من صوري لقيتها فجاه كده محطوطه في اعلان مسابقه على الفيسبوك. الصوره ديت انا مش عارف ازاي راحت لفيسبوك وازاي خدها عمل بقى اعلان. غير كده اقول لك على حاجه انت ممكن تكون لاحظتها، ان انت اي حاجه بتفكر فيها او بتبحث عنها مره على جوجل على اي حاجه ممكن تلاقيها على الفيسبوك وتلاقي عنها اعلانات كتير. ما لاحظتش ولا سالت نفسك ازاي هم عرفهم اللي في دماغي، وازاي عرفهم الحاجه اللي انا بدور عليها وظهرها لي؟ لان طبعا بيكونوا عارفين الداتا بتاعتك والبيانات، وعارفين انت بتبحث عن ايه، فعشان كده بيدوروا لك عليه ويظهره لك على طول. هي دي بس المشكله مش اكتر. فانا نصيحه من يعني لازم تمسحوا برنامج الواتساب، لو مش عايز تمسحه براحتك، بس خليك عارف وفاهم ان البرنامج عارف كل المحادثات وكل الرسائل اللي انت بتكتبها هو عارف، وان انت ممكن تلاقيه في يوم من الايام منشوره على الفيسبوك. هي دي بس المشكلة. طيب ايه هي البرامج البديلة اللي ممكن نستخدمها بديلة للفيسبوك؟ قبل ما نخش على البرامج البديلة، طبعا وفي برامج كتير، بس طبعا يعني في كل مشكلة بتحصل لازم يظهر حد ياخد اللقطة زي ما بيقولوا كده. ظهر هنا بقى ايه رجل اعمال الكندي المشهور إيلون ماسك. إيلون ماسك ده اكيد كلكم عارفينه، لانه يعني اغنى رجل اعمال في العالم كله. طبعا الراجل ده يعني صاحب مواقع وشركات كتيرة جدا، منها شركة تسلا للسيارات وموقع باي بال ومواقع كتيرة جدا. فالراجل ده غرد بتغريدة على تويتر وكتب يو اس سيجنال،
فالناس طبعا عايزه تفهم معنى الكلمه دي، والتغريده دي يعني انتشرت بشكل كبير جدا، وفي ناس كتير اتصدمت بسببها وعايزه تعرف معنى يو السيجنال ده. يو السيجنال ده تطبيق زي الواتساب، وتطبيق محادثات برضو زي الواتساب بيستخدمه إيلون ماسك، وتقريبا كده هو اللي عامله. فالتطبيق ده هو اقترحه على الناس، والتطبيق ده دلوقتي حاليا هو وبرنامج تاني هقول لكم عليه كمان شويه، هو التطبيق ده يعني حاليا كل الناس بتعمل سيرش عليه، والتطبيق ده يعتبر هتلاقيه في قمه في خانات البحث، وهتلاقيه طبعا رقم واحد. طيب ايه التطبيق البديل الثاني؟ وهو التليجرام. التليجرام ده موجود من زمان جدا، لكن يعني تطبيق الواتساب كان مغطي عليه تماما، لان الواتساب كان بيقدم مميزات افضل منه. التليجرام برضو برنامج كويس جدا وبيشتغل زي الواتساب. طبعا انا واحد انا منزل التليجرام بقالي فتره، لكن ما كنتش بستخدمه عشان مش كل الناس اللي عندي على الواتساب بيستخدموا التليجرام. فالتليجرام يعتبر حل تاني لبرنامج الواتساب هو برنامج سيجنال. هسيب لكم رابط البرامج دي في صندوق الوصف، هي موجوده على جوجل بلاي. طب كده يا شباب انا وضحت لكم القصه بالكامل. لو انتوا حابين تسيبهم الواتساب على موبايلكم سيبوه، بس خليكم فاهمين حاجه واحده، وان كل البيانات بتاعتكم كلها مكشوفه. تمام كده؟ لو عايزين تحذفوا البرنامج احذفوه، حملوا اي برنامج من الاثنين اللي انا قلت لكم عليهم، لان دول يعتبر افضل برنامجين موجودين دلوقتي، برنامج سيجنال وبرنامج تليجرام، دول افضل برنامجين موجودين في الوقت الحالي. طب كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اول باول، واهم حاجه يا شباب تفعلوا جرس الاشعارات. شكرا لكم على المشاهده، كان معاكم محمد جابر، السلام عليكم.